مساء الخير عليكم، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من عرب وود، اهم واخر اخبار الفنيه والحصريه. ازيك يا سانتا؟ ازيك يا فاروق؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر اند انستغرام، ويلا بينا نبدا بالهايلايت. المطرب السعودي جواد العلي يطرح ميني ألبوم بعنوان متى تشتاق. قرار غرفة صناعة السينما بوقف أحمد الفيشاوي يثير الجدل في الوسط الفني. المطربة الكويتية نوال تطرح أحدث كليباتها الغنائية بعنوان مثل النسيم. كاميرا عرب وود في العرض الخاص لفيلم وداعا بونابرت بعد ترميمه. بعد نجاحه في تجسيد شخصية التوأم، توم هاردي مرشح لفيلم جديد. لقاءات حصرية مع نجوم مهرجان الموسيقى العربية مروان خوري وغادة رجب. طرح المطرب السعودي جواد العلي ميني ألبوم جديد بعنوان متى تشتاق، وتعاون من خلاله مع شركة روتانا، واللي قررت عمل تواجد لمطربيها من خلال ميني ألبومات وبيتم طرحها كل فترة، وده علشان الفنان ما يغيبش عن جمهوره كتير. ألبوم جواد العلي متى تشتاق بيضم 6 أغاني، هي تعب السؤال ولمحته اليوم، ده من كلمات خالد الحمراني وألحان عبد القادر هدهود. متى غمى وسط صدري وسهر عينا بعيني، سما في الزمن بدل تعال سكن شراييني. أغنية ماتوا اللي يستحوا من كلمات أحمد الصانع ومن ألحان حسن حامد، وأغنية شكرا من كلمات وألحان عبير قطر، وأغنية متى تشتاق من كلمات الشاعر خالد الحمراني ومن ألحان ناصر الصالح ومن توزيع كرم أكتون. جواد العلي قال إنه سعيد جدا بفكرة الميني ألبوم، وإنه أضاف لرصيده إنه كمان خلق له حالة من التواجد، وده بعد ما غاب فترة طويلة جدا عن جمهوره لظروف خاصة منها مرض والده ووفاته قبل سنتين أو أكتر. جواد العلي برغم اختفائه فترات عن الساحة، إلا إنه من وقت للتاني كان بيقدم بعض الأغاني لجمهوره. وفي 2015 طرح جواد العلي أغنيته المصورة شوية شوية، واللي تعاون فيها مع الشاعر الفارس والملحن يوسف العماني. يدك قلبي بسرعة يدك، إذا أنت تنشغل ما تدك، وأوصل للجنون بصدق لو عني تبعد شوية. خلاص عد الحطب طايح وانسى طاري البارح، خلاص عد الحطب طايح وانسى طاري البارح. تذكر قلبي فيك رايح، ملكت مية بالمية، ملكت مية بالمية. وكان آخر ألبوم قدمه جواد العلي هو ألبوم أخيراً، واللي طرحه في 2014، واختار له اسم أخيراً كتعبير عن غيابه الطويل لفترة وصلت لثلاث سنين، وده كان بسبب مرض والده. وألبوم الأخير كان بيتضمن 17 أغنية تعاون فيها مع عدد من الملحنين والموزعين والشعراء، وحقق نجاح كبير جداً بعد طرحه. جواد العلي بدأ مشواره الفني عام 1998، وقدم كمان ألبوم الأول ليه ما أحسده، وبعدها أصدر ألبوم الثاني وكان اسمه لكذا عاجب، ولكن ألبوم الثالث المعروف كانت نقطة انطلاق ليه وكمان تحول في حياته الفنية. وفي 2004 بدأ مشواره الفني مع شركة روتانا، وحقق نجاح كبير جدا معاها، وأنتجت له ألبوم الرابع أحبك، وبعدها قدمت معاه ألبوم وجه الخير، وألبوم أخيرا، وألبوم جديد متى تشتاق. أكثر من منتج قدمه بشكوى لغرفة صناعة السينما المصرية، وده بسبب تأخير الفنان أحمد الفيشاوي وكمان عدم التزامه وتعطيله الأعمال اللي بيشارك فيها، وإنه كمان بيتسبب في خسائر كبيرة جدا ليهم بالنسبة للأعمال اللي بيقوم بالمشاركة فيها. غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبري أصدرت قرار بخصوص الأزمة اللي اتهم فيها الفنان أحمد الفيشاوي، والقرار كان عبارة عن وقفه لمدة سنة من تاريخ إصدار. الإيقاف بيلزم كل المنتجين أعضاء غرفة صناعة السينما بعدم التعامل مع أحمد الفيشاوي لمدة السنة المقررة في القرار،
وكانت اخر الشكاوى اتقدم بيها المنتجه ناهد فريد شوقي والمنتج جابي خوري وكمان عدد كبير جدا من المنتجين اللي سبق واشتكوه في اكتر من مره، وانه اتسبب في الغاء تصوير فيلم بالكامل وتاجيل فيلم تاني. يا شفيق ابو سيدك شفيق ابو سيدك يا ابني انت يا دبرك حرام عليك يا ابني عمرك يا ابني شفيق تمام يا فندم باشا هقول كل حاجه اقسم بالله هقول لك كل حاجه بس تديني امانه يا باشا طب ما كمل الاول بروح امك الفنان احمد الفيشاوي علق على الموضوع اللي موجود مع غرفه صناعه السينما وقال بيني وبينهم القضاء ورفض التعليق عن الاتهامات الموجهه ليه من المنتجين اللي بالفعل تعامل معاهم في الفتره الاخيره. الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين رفض قرار غرفه صناعه السينما بخصوص عدم التعامل مع احمد الفيشاوي، وقال ان قرار المنع لا يخص غرفه الصناعه ومش من حقها انها تصدره. الفنان اشرف زكي كمان قال ان النقابه هتاخد اجراءات حاسمه بخصوص الموضوع، واكد ان كلامه مش دفاع عن الفيشاوي ولكن حفاظ على حقوق اي فنان بينتمي للنقابه. دي هدى مراته. ده انا نقطك يا نقطك مين؟ يلا مش تمام يلا قسم بقى انا مش حرامي حرامي ما كل ده مستني عليك وانت مش بتدفع اللي عليك وعامله بالو اساسا تبدا انك عيل فاشل وضايع ما تفهمش في اي حاجه انا اللي مسؤول ولا ما تكلمنيش تاني يا ديت يا اولاد محدش عارف يلمك انت بتسرح بيا انا بقول لك ايه ده بفلوسي مش بمزاجك يا اخويا سيب البتاع ده احسن وقال اشرف زكي انه من حق احمد الفيشاوي انه يقاضي غرفه صناعه السينما زي ما صرح بخصوص القرار اللي صدر ضده من الغرفه وان القرار مش نهائي كان المفروض ان احمد الفيشاوي اتعاقد مع المنتجه ناهد فريد شوقي على بطوله فيلم اللعبه شمال وكمان اتعاقد مع شركه تانيه على بطوله فيلم الشيخ جاكسون وده مخالف للتعاقد وتقدمت بالشكوى لغرفه صناعه السينما والنقابه بسبب الموضوع ده ومن اخر الافلام اللي شارك في بطولتها الفنان احمد الفيشاوي هو فيلم يوم للستات وكمان فيلم القرد بيتكلم والاثنين لسه ما تمش عرضهم جماهيريا بس دي عمرها ما كانت خدعه دي مصيبه بنحضر لها من زمان وما فيش مصيبه بتحصل من غيري ما تخافش من القرد خاف من خلفته كمان شوية هنتعرف على أحدث مسلسلات النجمة اللبنانية نيكول سابا طرحت المطربة الكويتية نوال على اليوتيوب أحدث كليب ليها لأغنيتها مثل نسيم وتعاونت من خلالها مع الشاعر فهد المساعد وملحن ياسر بوعلي والأغنية من ألبومها الغناء الأخير نوال 2016 وقامت نوال بتصوير الكليب في رومانيا واستغرق تصويره 3 أيام وقامت بإخراج الكليب المخرجة اللبنانية إنجي جمال وبتدور أجواء الكليب في إطار رومانسي اجتماعي مثل النسيم الساكن اللي مر لك غصن وتحرك ذكرك مرتني بصمت وجعل بالي كلام مشتاق لك ولا هدا بالي ولا حالي سرك طمني انت اشتقت لي نسيتني تسرت لك ونوال كانت طرحت ألبومها الأخير نوال 2016 في عيد الفطر اللي فات وحقق كمان نجاح كبير جدا وتعاونت فيه مع شعراء وملحنين وموزعين متميزين جدا وضم ألبومها 20 أغنية متنوعة ما بين الرومانسي والدراما أنا زعلت اترك إيداني وروح اترك إيداني وروح بس يكفيني جروح أنا زعلت اترك ايداني وروح اترك ايداني وروح ومن فترة قريبة جدا طرحت نوال أغنية جديدة اسمها أبعتذر وحققت كمان نجاح كبير جدا وهي من كلمات يم ومن ألحان عبد القادر الهدهود ومن توزيع زايدة نديم وقالت نوال إنها سعيدة جدا بالأغنية دي تحديدا لأنها فيها رسائل كتيرة جدا I'm
مثل قبل الكبير أبشرك أنت بخير الطفل قبل الكبير يرفع يدينا دعاء على خدوده أدمع على خدوده أدمع. نوال كمان تألقت من أيام في حفل افتتاح دار أوبرا الكويت، وتعتبر هي أول مطربة وقفت على مسرح أوبرا الكويت وقدمت باقة من أجمل أغانيها مع الفنان عبدالله رويشد والفنان نبيل شايل، وتألقت بفستان أسود شيك جدا من تصميم دار فالنتينو العالمية. لو عاوزين تعرفوا معانا إيه اللي حصل للفنان تامر حسني خلال سفره للإمارات خليكم معانا. ودلوقتي هنروح لأخبارنا ونبدأها بتعاقد الفنانة إنجي وجدان رسمياً على المشاركة في بطولة فيلم آخر ديك في مصر، وهتقوم بدور شيرين أخت محمد رمضان بطل الفيلم. الفيلم ابتدى أورادي تصويره في أسوان، وبيشارك في بطولة الفيلم الفنانة هالة صدقي، انتصار، مايا عمر، ملك أورا، ليلى عز العرب، ودينا، وهو من تأليف أيمن بهجة أمر وإخراج عمرو عرفة. الفنانة نيلي كريم قالت إنها بدأت بالفعل تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد دكر بط، واللي أكدت إنه اسمه أقط وإن فريق عمل الفيلم بيدور على اسم جديد يكون مناسب لأحداث الفيلم. الفيلم بيشارك في بطولته الفنان لطفي لبيب ومحمد ممدوح وليلى عز العرب وأحمد حاتم، وهو من إخراج محمد علي. وقع الفنان أحمد وفيق عقد فيلمه الجديد صندوق الدنيا مع المنتج السينمائي حسين القلة، وبيشارك في بطولة الفيلم الفنان فاروق الفيشاوي والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان عابد فهد. ومن المقرر أنه يبدأ تصوير الفيلم في شهر يناير 2017، والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات. الفنان أمير كرارة بيقوم حاليا بعمل التحضيرات الأولية لمسلسله الجديد كلبش، واللي هينافس بيه في رمضان 2017، وبيقوم دلوقتي بعقد جلسات عمل مع المنتج وائل علي والمخرج محمد بكير والمؤلف باهر ديودار عشان يناقشوا تحضيرات المسلسل. بدأت الفنانة نيكول سابا تصوير مسلسل مذكرات عشيقة سابقة، واللي بيشارك في بطولته الفنان باسم ياخور، والمسلسل من تأليف نور شكلي وإخراج هشام شربجي. تعاقدت الفنانة رنا سماحة مع المنتج ممدوح شاهين على مشاركة في بطولة المسلسل الجديد النص الثاني، واللي هيبدأ تصويره خلال أيام. النص الثاني بيشارك في بطولته مصطفى ابو سريع ومها ابو عوف وانتصار وحجاج عبد العظيم وسامي مغاوري، ومن تاليف احمد صبحي ومن اخراج وائل فهمي عبد الحميد. بريك ورجعنا لكم، خليكم معانا. النجم تامر حسني اتعرض لمشكله كبيره جدا بسبب التاشيره بتاعته للسفر للامارات، لان اسمه تشابه مع شخص تاني ممنوع من السفر. وقال تامر ان الموقف اتعرض ليه اكتر من مره لسفره للامارات. تامر حسني قال إن توجه للسفارة لتوضيح الموضوع وعمل إجراءات خاصة للحصول على التأشيرة من جديد. أثبت اسم العائلة بالكامل ووضح إن الموضوع مجرد تشابه في الأسماء. تامر كان قرر إنه يسافر الإمارات لإحياء حفل غنائي في دبي، لكن أكيد طبعاً المشكلة تسببت في إن السفر يتأجل وكمان الحفلة. تامر حسني حصل مؤخراً على جائزة 100 مليون مستمع ومشترك في تطبيق أنغامي، وبيعتبر تامر هو أول مطرب عربي بيحصل على الجائزة دي. المجهود السنة دي الحمد لله الناس قدرته ودخلوا سمعوا الاغاني وعملوا الرقم الكبير ده، يعني هو الرقم ده ال 100 مليون ده على موقع واحد فقط، وطبعا ان هو موقع انغامي يعني مش يعني انا مهما اتكلمت يعني الموقع ده موقع مجتهد، موقع مشرف لينا كلنا في وطننا العربي. طبعا الجائزه مبسوط بيها لان هي جايه من الناس. تامر كمان كان قدم الفتره اللي فاتت جوله في الولايات المتحده الامريكيه، وحي هناك 4 حفلات ناجحه جدا، وكمان الاقبال عليها كان كبير جدا. الحمد لله كانت يعني ردود افعال ايجابيه كلها، والحمد لله كان فيها جماهير من مختلف بلاد العالم يعني الحمد لله. وطبعا بشكر كل الجاليات العربيه وكل الجاليه المصريه الكبيره اللي كانت يعني محتضنيني هناك يعني، والمنظمين والناس اللي تعبت، وكانت حاله حب كبيره الحقيقه يعني. انا عايز مزيكتي تنتشر، عايز موسيقتي العربيه لهجتي هي اللي تنتشر يعني. انا حاسس ان انا بعمل حاجه اهم، ان مطربين العالم هم اللي ينطقوا العربي ويغنوا على موسيقتي الشرقيه، هو ده اللي انا بسعى ليه وهو ده اللي انا بحققه دلوقتي. تامر حاليا بيحضر لفيلمه الجديد الخداوي من انتاج وليد منصور، وهيقوم بدور البطوله معاه الفنانه دره، وبيجسد فيه شخصيه مهندس اسمه حسام الخداوي، وبتدور احداثه في اطار سسبنس كوميدي. وكان اخر افلام تامر فيلم اهواك واللي حقق بيه نجاح كبير جدا، وكمان شاركوا في بطولته الفنانه غاده عادل ومحمود حميده واحمد مالك، وهو من اخراج محمد سامي. احساس بالعجز بيخنقني متكتف مسجون.
كاميرا عربوود في العرض الخاص لوداع بونابرت، خليكم معانا. الفنان محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري كانوا بدأوا في التحضيرات لفيلم علي الزيبق وهو من إخراج حسين المنباوي، وكان المفروض أنه هيتصور في المغرب بنفس فريق عمل فيلم جحيم في الهند. فجأة وقفت تحضيرات الفيلم بالرغم من أنه كان المفروض أنه يتعرض في موسم عيد الفطر زي ما تعرض فيلم جحيم في الهند، وحصد إيرادات عالية جدا بالرغم من وجود منافسات كبيرة في الموسم ده. مساء الخير، مش دي الهند برضو؟ طمو عليكم يا جماعة الخير. شوف الامباسي. ايوه دي ايه؟ ايه الاوفر ده؟ دول بيسرقوني بيكرمتونا. يعني احنا مش قاعدين نقولهالكم، احنا قاعدين علانية. ما تقف في حته فيها شبكه كده، انا مش فاهم منك حاجه. وفجاه وبدون اسباب توقف الفيلم والاجل غير مسمى، ومخرج الفيلم اتفق بالفعل على اخراج مسلسل عمرو يوسف الجديد، وده هيكون التعاون الثاني بينهم بعد مسلسل عاد تنازلي. اسم فيلم محمد امام علي الزيبق بيتشابه مع اسم مسلسل اتقدم في النص الثاني من الثمانينات، وكان بيروي قصه عن عصر المماليك لشخصيه علي الزيبق. كان بيقوم ببطولته الفنان فاروق الفيشاوي وهدى سلطان وابو بكر عزت، ومن تاليف يسري الجندي. وكمان الزيبق هو اسم مسلسل كريم عبد العزيز وشريف منير، واللي هيتقدم في السباق رمضاني اللي جاي، واللي بيعتبر كمان الأضخم إنتاج في تاريخ الدراما المصرية، وهيتم تصويره في عدد كبير من الدول الأجنبية والعربية. الزيبق شارك في كتابته وليد سيف ووائل عبد الله اللي بيقوم برضه بإخراجه، وهو مستوحى من ملفات المخابرات العامة المصرية. يا ترى ايه هو الفيلم الجديد اللي مرشح ليه الفنان توم هاردي؟ لو عاوزين تعرفوا خليكم معانا. دلوقتي نروح لاخبار السوشيال ميديا، وهنبداها مع الفنانه هبه مجدي اللي نشرت صوره بتجمعها بالفنانه نيكول سابا من كواليس مسلسل ولاد 9 على الانستغرام، وقالت مع جميله نيكول سابا: الفنان حسين الجسمي دعا الى الاحترام قبل الحب، وده من خلال تغريده كتبها على صفحته على تويتر، وقال: الاحترام خطوة تسبق الحب آلاف الأميال. وكتبت الفنانة نانسي عجرم تغريدة على تويتر وقالت فيها: بعد فرحتنا لوصول فخامة الرئيس ميشيل عون إلى قصره، كبرت فرحتنا أكتر وأكتر لوصول دولة الرئيس سعد الحريري إلى تشكيل الوزارة. كتبت الفنانة صبرين على تويتر حكمة قالت فيها إنها عجبتها جدا، والحكمة بتقول: اللي كان بيرزقك بالدولار بجنيه هو اللي هيرزقك بالدولار بعشرة وعشرين ومية، المهم البركة في الرزق. وعلى تويتر كتبت الفنانة مايا دياب تغريدة بتهاجم فيها الإعلام اللي شن حملة هجوم عليها، وقالت: عيب إهانة الناس أكيد، بس إهانة النفوس إيه يتقال عنها؟ تفتكروا إن ده اسمه إعلام؟ ولسه مكملين معاكم أخبارنا وفقراتنا بعد الفاصل. أقيم من أيام العرض الخاص لفيلم وداعا بونابرت بعد ترميمه ضمن فعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته التاسعة. العرض أقيم في سينما زاوية وسط حضور جماهير كبير، وكمان بحضور بطل الفيلم الفنان محسن محي الدين وماريان خوري رئيس البانوراما، واللي كانت منتج منافس الفيلم وداعا بونابرت، وده وقت تنفيذه سنة 1982. كاميرا عربوود حضرت العرض الخاص وقابلنا المنتجة ماريان خوري. الدورة التاسعة طبعا لبانوراما الفيلم الأوروبي، وفي ضمن قسم كلاسيكيات البانوراما في فيلم الوداع بونابرت اللي هي النسخة المرممة
هي دي ده معمول في ضمن إطار مشروع كبير بنعمله الأستاذ يوسف شاهين اللي هنحتفل بجميع أفلامه. روتانا دخلة في جزء كبير من عملية الترميم، بنحاول ان احنا نرمم تقريبا كل أفلامه. لغاية النهاردة رممنا تقريبا 10 أفلام وجاري ترميم الأفلام التانية. كمان كلمتنا مريان خوري عن ذكرياتها مع الفيلم واللي عدى على إنتاجه أكتر من 34 سنة. الفيلم ده مهم جدا لأنه الفيلم ده اتعمل سنة، بدأنا العمل في سنة 82 تقريبا. الفيلم كان في مهرجان كان في المسابقة الرسمية سنة 85. طبعا لما الواحد بيشوفه النهاردة في تقريبا 30 شخص مش موجودين معانا، فعملية الترميم دي بتدي حياة تانية للفيلم، والواحد سعيد جدا بالنتائج اللي شايفها على الشاشة. وسألنا المنتجة مريان خوري عن نتائج الدورة التاسعة من بانوراما الفيلم الأوروبي اللي تميزت السنة دي عن أي سنة تانية. السنة دي البانوراما شكلها اختلف تماما. هي صحيح بدأت في سنة 2004 في قاعة واحدة في تقريبا 20 فيلم، النهاردة البانوراما لما نيجي نبص لها هي في عروض في 10 أماكن، في عروض في 4 مدن في مصر، في القاهرة، في اسكندرية، في بورسعيد، في الإسماعيلية. يعني انتشرت في أعداد أكبر بكتير بيجوا. أعتقد أنها حاصل تطور كده، ممكن الواحد يقول أورجانيك شوية للبانوراما مع الشباب اللي هم فعلا وقفوها على رجليها جامد جدا وبيديروها بشكل حديث ومتطور جدا. كمان قابلنا الفنان محسن محي الدين بطل فيلم وداع بونابرت. أنا سعيد طبعا بترميم أفلام أستاذ يوسف شاهين، وطبعا في بانوراما الفيلم الأوروبي، وطبعا كان وداعني بونابرت من الأفلام اللي تعتبر إنتاج مشترك مصري فرنساوي أوروبي برضو يعني. وكمان كشف لنا محسن محي الدين عن رأيه في نشاط البانوراما والنشاط اللي بتعمله المنتجة مريان خوري. طبعا مجهود جميل جدا من مدام مريان خوري. الحقيقة يعني يوسف شاهين اللي ربى ما ماتش، يعني هي الحقيقة بتعمل جهد رائع وبتعمل شغل راقي جدا في انها بتحيي الافلام الاوروبية، مش بس الافلام الامريكاني، لا هي بتعمل عروض للافلام الاوروبية، بتحيي كل افلام يوسف شاهين تاني بترممها، لان طبعا فات عليها زمن كبير، فبترمم وبتحيي الأفلام من أول وجديد، وبتعمل نشاط يعني تشكر عليه، جوائز يوسف شاهين في المهرجانات، يعني الحقيقة كأن يوسف شاهين لسه موجود. أما عن ذكرياته مع فيلم وداع بونابرت، فأكيد الفنان محسن محي الدين عنده كتير من الذكريات علشان يقولها. هو طبعا فيلم يعني بيعتبر ملحمة، وأياميها أنا كنت برضو هتلاقي كده اسمي مشارك في السيناريو يعني. في نفس الوقت هو الأستاذ يوسف شاهين طبعه دايما في أفلامه أنه بيمزج الماضي بالحاضر بمفهوم الاحتلال أو مفهوم الاغتصاب أو مفهوم الاستغلال بشكل سياسي واقتصادي وفي نفس الوقت برضو من بلاد أخرى يعني، وفي نفس الوقت برضو الاستغلال حتى العاطفي أو الاستغلال الإنساني عموما. أكيد المناسبة اليوم كمان استثنائية أكتر، اليوبيل الفضي. بعد شوية لقاءات حصرية مع مروان خوري وغادة رجب في دار الأوبرا المصرية، خليكم معنا. ودلوقتي هنروح معاكم لأخبارنا العالمية، ونبدأ معاكم مع احتفال النجمة توني كولات في بداية الشهر الحالي بعيد ميلادها الـ 44، فهي من مواليد 1 نوفمبر 1972، وهي أم لطفلين وكمان متخرجة من معهد الوطني للفنون المسرحية من جامعة ساوث والاس، وحصلت كمان على جوائز كتيرة جدا ومنها 4 جوائز كأحسن ممثلة من معهد الأفلام الأسترالي، واترشحت كمان أكتر من مرة لجوائز الجولدن جلوب والأوسكار. المخرج المبدع كريستوفر نولان دايما عنده سحره الخاص واللي بيلمسه كتير من عشاق السينما من المشاهدين، فهم المخرجين اللي متمسكين جدا بتكنيك تصوير السينما القديم، وبيقول انه دايما مع التطور التكنولوجي لكن مش في السينما، لانه شايف ان مفيش اي تقنية حديثة قدرت تقدم صورة افضل. وكمان وعد جمهوره انه هيتبسط جدا من فيلمه القادم دانكيرك.
تم اختيار الممثل البريطاني توم هاردي بعد نجاحه في تجسيد شخصية التوأم المتطابق للأخوان كراي في فيلم جديد ليجند. وطبقا للتقارير تم ترشيح توم هاردي وهيلعب شخصية الكابوني، واللي لسه مش واضح الفيلم يتعمل على أي فترة في حياة الكابوني. بريك وهنرجع لكم، استنونا. قريبا جدا في السينمات هنشوف أحداث فيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them، وبيدور أحداث الفيلم قبل مغامرات هاري بوتر بسبعين عام، وبيدور أحداث الفيلم حول الكاتب نويت سكاماندر. Wiped his memory, right? The no magic. The what? No magic. The non-wizard. Sorry, we call them muggles. I don't think I'm dreaming. I'll pave it away. I ain't got the brains to make this up. الفيلم الثاني The Great Wall. القصة بتدور حول الأسرار المحيطة بسور الصين العظيم. ومعظم مشاهد الفيلم تم تصويرها في الصين، والقليل تم تصويره في نيوزيلندا. تكلفة الفيلم 135 مليون دولار، وهي أكبر تكلفة في تاريخ إنتاج الأفلام في الصين. This is where you choose to die. Good luck with that. Stay and fight. You think they see you as some kind of hero? For greed and gods. والفيلم الثالث اللي معانا النهارده فيلم لوجان، واللي هيكون اخر فيلم من بطولة هيو جاكمان، وده في اداء شخصية المستذئب. والفيلم الاخراج جيمس مانجولد، واللي اخرج فيلم لاين، واللي كان في عام 2005 وكان عن قصة حياته. Hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Where is she? Beneath the stains. She's like you. Of time. Very much like you. الفيلم الرابع The Boss Baby، واللي بيحكي عن طفل عمره 7 سنوات وبيصبح لديه أخ جديد، ويكتشف أن أخوه بيقدر يقلد أصوات المشاهير ويتكلم بطريقتهم. الفيلم من إخراج توم ماكرث، واللي قام قبل كده بإخراج ماجد داسكر وميجا مايت. He wears a suit. He's like a little man. He carries a briefcase. Does no one else think that's, oh, I don't know, a little freaky? Well, you carried Lam Lam around until you were like... This is not about Lam Lam. مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 25 حقق نجاح كبير جدا، وكمان إقبال جماهيري غير مسبوق في معظم حفلاته. وفي الأيام اللي فاتت أقيم حفل الفنان والملحن اللبناني مروان خوري، اللي حضره عدد كبير جدا من النجوم والفنانين. أكيد المناسبة اليوم كمان استثنائية أكثر، يوبل الفضي، بس دائما يعني منتصر هاللقاء، ودائما بتكون هيك التفاعل، لأنه هيدي مصر وهيدي أم الطرب والموسيقى، وأنا بيسعدني عن جد كل مرة أشترك وكون موجود، لأنه بتكون سعادة لألي فعليا. ومن بين المطربين اللي شاركوا في حفلات المهرجان المطرب ياسر سعيد. شرف كبير اصلا لاي مطرب عربي ان هو يشارك في مهرجان الموسيقى العربيه. طبعا احنا يعني اولا بشكر الدكتوره ايناس عبد الدايم والدكتور جمال مرسي على اتاحه الفرصه ان انا اشارك في حدث كبير زي ده، ويا رب اكون عند حسن ظن الاداره، عند حسن ظن الناس، واكون يعني اكون اديت بشكل كويس.
يعني طبعا بالنسبه لمهرجان الموسيقى العربيه بالذات، انا غنيت طبعا في القاهره كتير وغنيت على المسرح الكبير، بس مسؤوليه كبيره طبعا جدا المشاركه في حاجه زي كده، وثقه يعني بشكر الاداره عليها جدا يعني. كمان شاركت المطربه اكفان في احياء حفل مهرجان الموسيقى العربيه وقدمت مجموعه جميله جدا من الاغنيات. في الحقيقه هو كل سنه انا اشكر جدا دكتور ايناس واستاذه جيهان مرسي ان هم بيدوني الشرف ده اني اشارك في مهرجان موسيقى عربيه او على المسرح الكبير، ده شرف كبير قوي ويا رب دايما اكون قده. مهرجان ده قيمه كبيره جدا لمصر والوطن العربي، لذلك كل فنان بيبقى جاي هنا بيبقى مكتوب في سي في هو انا شاركت في مهرجان موسيقى عربيه اللي بيحدث كل سنه مره واحده بس في دار الاوبرا المصريه. اما الموسيقار نصير شما رئيس بيت العود العربي فشارك في مهرجان الموسيقى العربيه بمجموعه من المقطوعات الموسيقيه الطربيه. أعتبر حفل مميز متقن دقيق، قدمنا فيه رؤية جديدة، نحاول نجعل التأليف الموسيقي الآلي حاضر. اليوم الحمد لله كانت الأمور التقنية ممتازة، الأوركسترا فوق الروعة كانت، وهذه أوركسترا مطعمة من الشرقي ومن الأوركسترا الغربي، أخذنا الأوركسترا يعني السيمفوني. بيوت العود الحمد لله في مصر، اسكندرية، في أبوظبي، في عندنا كلاسات مفتوحة في كل العالم لخريجي بيت العود، فالتقدم في جيل كامل من الموسيقيين يطلع متخرج من بيت العود. ومن بين الفنانات اللي حضروا لمشاهدة حفلة نجوم المهرجان كانت الفنانة لقاء سويدان. صراحة لو ما عنديش تصوير طبعا بحب جدا أحضر حفلات موسيقى عربية، أنا أساسا عاشقة يعني عموما للأوبرا وحفلات الأوبرا، سواء يعني موسيقى عربي شرقي أو حاجات بقى يعني دراستي أكثر، أوركسترا سيمفوني، حاجات لفرقة بالي أوبرا القاهرة. أنا شايفة أن ده من أهم مهرجانات الموسيقية من أيام دكتورة رتيبة الحفني، يعني هي كانت عاملة مجهود كبير، بتجيب نجوم غنى كبار ومهمين، بتقدر تسمع أصوات حقيقي يعني مهمة جدا ونادرة، وبيغنوا أغاني حلوة قوي، فأنا مهتمة جدا طبعا بالحكاية دي. كمان حفل الفنانة غادة رجب شهد حضور جماهير كبير جدا، كاميرا عرب بوت كمان غطت أجواء الحفل. الدورة الرابعة وأنا بغني باستثناء بعض الدورات في النص اللي ما شاركتش فيها. أولا يعني أنا سعيدة أن أنا أكون موجودة في مهرجان بالقيمة والقامة دي. الحاجة الثانية كون المهرجان مستمر، لأن احنا النهاردة بنحتفل باليوبيل الفضي وفي عرس، يعني أنا شايفة أنه ده عرس فني، مفيش حفلات بقت عندنا قوي في مصر، فالناس متعطشة جدا، شباك التذاكر كان أكبر دليل. الفنانة غادة رجب غنت أكتر من 16 أغنية ما بين عاطفية ووطنية، ما بين أغنياتها الخاصة وأغنيات لمطربات زمن الفن الجميل، وكانت من بين النجمات اللي حضروا الحفل الفنانة ميرفت أمين. مبروك ومبدعة زي ما هي دايما، دايما لما يبقى عندي وقت باجي أحضر المهرجان الموسيقى العربية، بقول لهم يجوا يسمعوا لأن هيستمتعوا بجد بفن أصيل وسمع جميل قوي بينظف الودان. كمان شارك في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية الفنان محمد محسن، واللي غنى 10 أغنيات وقابلناه في لقاء حصري للبرنامج. أصل الحكاية ما تحاول.
مهرجان الموسيقى العربية بالنسبة لي يعني بستنى من السنة للسنة، والسنة دي تحديدا المهرجان يعني ليه طعم مختلف، لان احنا بنحتفل باليوبيل الفضي. فمن خلال اليوبيل الفضي انا بتمنى ان تمر السنين واشارك برضو في اليوبيل الذهبي. مهرجان الموسيقى العربية بيمثل لي حاجة كبيرة قوي، بحب اشارك فيه كل سنة من اول ما دكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها ادتني الفرصة، مرورا بقى بالحفلات اللي بعملها بعد كده في عهد الدكتورة ايناس عبد الدايم وكل الناس هنا في الاوبرا اسره واحده، والحفلات هنا بيبقى ليها طعم مختلف جدا. محمد محسن ليه تجربه ناجحه جدا مع النجم يحيى الفخراني وزوجته الفنانه هبه مجدي في مسرحيه ليله من الف ليله وليله. المسرحيه ليله من الف ليله احنا خلصنا في القاهره، هنروح نعرض في اسكندريه. والمسرح ده بيقولوا ان هو ابو الفنون. المسرح ده اتعلمت فيه كل حاجه، تمثيل ورقص وغنى، كل يوم بتمرن صوتك. وبرضه فكرة انك تقف جنب يحيى الفخراني على خشبة مسرح واحدة كل يوم دي حاجة كبيرة جدا مش قليلة. يعني انا بشجع كل الشباب ان هو يتجوز يعني لو يقدر، يعني ربنا يكون في عونهم يعني ويتجوزوا يعني. فالجواز جميل وربنا يبارك في هبة ويخليها لي وما يحرمنيش منها. وبكده خلاص حلقتنا النهاردة خلصت معاكم بسرعة جدا، واللي شفنا فيها اهم الاخبار الفنية والحصرية. ميرسي يا بسنت. ميرسي يا احمد. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستغرام. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.